تأسست دائرة المالية عام 2010، وهي الجهة المختصة مركزياً في حكومة عجمان بتصريف كافة الشؤون المالية. ومن أهم مهامها إعداد ودراسة مشروعات القوانين والمراسيم المتعلقة بالشؤون المالية، إعداد مشروع الموازنة العامة، إعداد مشروع الحساب الختامي العام، الإشراف على الإيرادات العامة، تقديم الاستشارات بشأن تطبيقات النظم المالية. ومن أهم الإنجازات النظام المالي الموحد، نظام موارد الإلكترونية، بوابة الموردين الذكية، نظام إدارة الأصول الذكي، نظام ذكاء الأعمال، هندسة الرسوم المحلية، الخطة المالية متوسطة المدى، البوابة الموحدة للدفع الذكي. رؤيتنا منظومة مالية حكومية رائدة تساهم في تحقيق تنمية مستدامة لإمارة عجمان وتعزيز تنافسية الدولة.